تقول: امرأة مات ابن ابنها الوحيد فندبت عليه ومزقت ملابسها، ثم أرادت بعد ذلك أن تتوب إلى الله، فقال لها بعض الناس: صومي 3 أيام من كل شهر، وبعضهم يقول: صومي 3 أيام من آخر الشهر الهجري، فهل هذا من شروط التوبة؟ وما هي شروط التوبة؟ أولا، المعلوم أن النياحة على الميت وشق الثياب هذا من أمور الجاهلية، والواجب على المسلم الصبر عند المصيبة والاحتساب، قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالواجب على المسلم أن يصبر ولا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يشق الثوب ولا يرفع الصوت في النياحة، فإن هذا من أمور الجاهلية. وما دامت السائلة قد تابت والحمد لله، هذا شيء طيب ويرجى لها الخير وتكفي التوبة. أما الصيام ليس عليها صيام، وإنما عليها أن تتوب، ومعنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وشروطها: أولا أن تترك الذنب الذي تابت منه تركا نهائيا، والثاني أن لا تعود إليه أبدا، والثالث أن تندم على ما حصل منها. هذه شروط التوبة، إذا توافرت فالتوبة صحيحة ومقبولة، وهي تمحو ما قبلها من الذنب، وليس هناك صيام يصاحب التوبة. أما من أراد أن يصوم تطوعا غير مناسبة التوبة، صيام التطوع بابه واسع، 3 أيام من كل شهر، يوم الخميس ويوم الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس، وكذلك الأيام التي ورد صيامها، لكن هذا لا يرتبط بالتوبة، وإنما هذا من باب التطوع. نعم، جزاكم الله خيرا.